أول منطقة أريد أشوفها المنطقة اللي بيها بيتي ومكتبتي ووجودي وقلمي والكرسي اللي كنت أقعد عليه وأنا أقرأ وهيئ لمحاضراتي وأشرف على رسائل تلامذتنا النجباء. أريد أشوف غرفتي وأريد أشوف بيتي وأريد أشوف الطابوق، أريد أشوف النخلة الموجودة في البيت، أريد أشوف الحنفية اللي كانت بالحديقة، أريد أشوف الشجرة اللي كانت تثمر البرتقال، أريد أشوف الباب اللي أدخل منها، وأريد أشوف كل شيء، ومن هنا أنطلق إلى الأماكن الأخرى. وأول شيء أزور الأماكن المقدسة اللي بيها الأئمة، سواء كانوا في الكاظمية، سواء كانوا في الأعظمية، سواء كانوا في كربلاء، سواء كانوا في النجف، لأنه هؤلاء رموز دينية ينبغي أن نحترمها كثير. وأيضا أزور الشوارع، شارع الرشيد، أزور الكرادة ومناطقها، ألتقي بالناس اللي فيها، أشوف يعني علية القوم وفقراء القوم وألتقي بيهم وأحاورهم. أريد أشوف دجلة، أريد أشرب من ماي دجلة شوية هيك يعني هيك.